Disciple 6, what's the grid on those CVs? Over. اول اربع عجلات مو هاي الحقيقة، مو أنا الغبية اللي انضحك عليا باللعبة القذرة مالتك. أبو عبد الله، أنا رح أعرض عليك صفقة. صفقة؟ إيه صفقة. أنا وكريستين ما رح نحكي بموضوع التماثيل لأي أحد. بس عوفنا، خلينا نترك الموصل. رح نضل ساكتين. تنسانا وننساك. غدر إن شاء الله نتحدث في موضوع الصفقة. خلاص هو مو مجبور يوافق على تريدينا، وتهديد الشئلة ما له معنى. ولا تنسين احنا ممنوع نقابل أحد وممنوع نطلع من البيت. هسا أخبرك على شيء. خير؟ أنا حامل. حامل؟ الأخوة في سنجار أبلغوني أن البيشمركة يستعدون للهجوم عليهم، وهدفهم طبعاً تحرير سنجار. لا تقلق يا أبا خالد، فالبيشمركة سلاحهم خفيف. لا يا أبا عبد الله، وصلتنا معلومات أن البيشمركة أصبح لديهم سلاح ثقيل وصواريخ،
وصلت إليهم من فرنسا وألمانيا ودول أخرى. لذلك يا أبا عبد الله أريدك أنت أن تقود الهجوم عليهم، وأنتظر أن أسمع منك أخبارا جيدة، وأريدك أن تثبت لي أن ثقتي فيك في محلها. إن شاء الله يا أبا خالد، إن شاء الله. هناك موضوع كنت أريد التحدث معك فيه. ما هو هذا الموضوع؟ شو رح تسوين بالحمل مالك؟ ما أدري. المهم ما هذا الشيطان ما يدري بشي. ولي وين رح تضمين عليه؟ لحد ما أعرف شو رح أسوي. هاي القصة لا على البال ولا على الخاطر. هسا أهم شي تتغذين زين، تخلين بالك من روحك. واضح أن الدواعش يحضرون أنفسهم المعركة الكبيرة، دا يجهزون السيارات المفخخة والعربات المصفحة. قيس، تقدر تعرف لي مكان المعركة وين بالضبط؟ ما أدري بعد، لكن أول ما أعرف المعلومة راح أخبرك. عموماً أنا راح أبلغ القيادة حتى يرفعوا من مستوى الاستعداد والطوارئ لمواجهة الدواعش من أي مكان يهاجمون من عنده. طيب، بأمان الله، مع السلامة. وين رايح وما جاوبت على طلبنا؟ وعد مني، عندما أعود سوف نتكلم فيما طلبتم ونتخذ قرار. قرارنا أنت تعرفه. لن أجبركم على شيء، الخيار بين أيديكم، هذا وعد. ما صدق. الحمد لله، الآن صار عندنا السلاح الكافي اللي نواجه به داعش ونطلع عليه. وقواتنا جاهزة لبدأ المعركة سيدي، والمعنويات عالية جدا. هدفنا الرئيس قطع الطريق على داعش. وش نسوي على الحصار اللي فرضوه داعش من الشرق والغرب سيدي؟ لا نقيم في الشرق، احنا موقعنا ومسيطر على الطريق السريع، لازم نقطع هذا الطريق ونكسر الحصار عن سنجار ونقطع كل الامدادات عنه. معلوماتنا تقول بأنهم مستعدون للهجوم علينا في أي وقت، وفي هذه الحالة هم مضطرون للهجوم علينا من الشرق أو الغرب حتى يضعفوا قواتنا. أرى ألا ننتظر هجومهم، نبدأ أولا حتى نربكهم. المدرعات المفخخة جاهزة مع الاستشهاديين، ونحن مستعدون لضرب قلب دفاعاتهم. عافية يا بانك، عافية. ماكو شغلة نحصل منها فلوس؟ اسأل أم سعد، يمها المصلحة كلها. شكو يا أخواج، الدواعش بدأوا بالهجوم بالسيارات والعربات المدرعة سيدي، وإحنا جاهزين لهم. هل يجربون حظهم وراح يشوفون الرد شلون. وصلت شكوى بحقك إلى مولانا الخليفة، وقد أمر بالتحقيق فيها، وقد فعلت كما أمر. شكوى؟ أي شكوى؟ بخصوص المرأة التي أمرت بإعدام زوجها ثم تزوجتها فيما بعد. لا، أمرت بإعدام الرجل لأنه كان من الروافض.
لم يكن من الروافض. لدي الشهود، قالوا أنهم شاهدوا وهو يصلي في الحسينية. لقد طلبنا الشهود واعترفوا بأنك أنت من أمرتهم أن يشهدوا زورا ودفعت لهم مقابل ذلك. يا أبا خالد، الموضوع وما فيه؟ الموضوع قد وصل إلى مولانا وقد أمر بإيقافك عن العمل وإقالتك من منصب قاضي القضاة. جاهز ارمي. روحي من الوجه، روحي، يلا روح. ما ناقصك ولا ناقص حدا، عملها في ابو عبد الله الدباح. انا عرفت انه هو اللي وزي الوالي ابو خالد حتى قدم شكوى للخليفه. يا ريتك عدمته وقت ما حكمت عليه بالاعدام. كله من ابو خالد وصاحبه يا حبيبه، مو اللي انقذه من الاعدام وجاب له هذه المصيبه. وش راح تسوي؟ ما اعرف ام الوليد، محتار. كيف خسرنا ما يقرب من نصف المدرعات ونحن وما بدانا بالهجوم؟ انهم علموا بخطتنا ونصبوا لنا الكمائن وقطعوا الطريق علينا، ولو ارسلنا اليهم المدرعات لدمروها. عاملين الإجهاض، حرام عليك. حرام؟ هو اللي يصير بينا مو حرام؟ قطع رأس أبويا مو حرام؟ اغتصابي بدم بارد بحجة الزواج القصري مو حرام؟ اهدي حبيبتي اهدي كريستين، أنا خايفة عليك، صحتك ضعيفة ما رح تستحملين الإجهاض. مو قادرة أجيب طفل على هاي الدنيا أبوه يقتل ويذبح باسم الدين. يجب أن ننسحب أو نموت هنا. لن أنسحب يا أبا عمرو، لن أنسحب. يا الأمير ساحبوا. الحمد لله قدرنا نبيد نص مقاتلي الدواعش.
وإن شاء الله بيدهم كلهم سيدي. يلا وهاتم بيش مرقي ما شالو صافيك بيز نوان او انرون يا تافي ما قولي صور بدين دسوان وهاتم بيش مرقي ما شالو صافيك بيز نوان او ان بارتيزاني ما تشكو رخلي ملينوان زميش طالبين طوانة تافي مري طوانة زميش طالبين طوانة شافي مري توانا كتشو خورتي قندي ما داخوز يوان يوانا كتشو خورتي قندي ما داخوز يوان يوانا وهاتم بيش مرقي ما شالو شافك بجنوان اوين رونيا شافي ما قولي صور بدين دسوان وهاتم بيش مرقي ما شالو شافك بجنوان اوين بارتيزان ما تشكو رخلي ملينوان تفراب بك انديلان جشنو شاهي وسيران تفراب بك انديلان جشنو شاهي وسيران بيجنهم بخير خاتن هاي بيش مرقر فخرمان ما اريد اتعبك شوي هاي تعبك راحه وانا شو مسويه خطيه انت ما تلحقين بين شغلك بالسوق ودراستك بالليل لازم انا اجهز الاكل بنفسي ليش وانا اشتكيت لك هاي اللي ادانتك انك تتحجج حتى ما تشوفني لا بالعكس تسلم ايدك يلا لعد قول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وقد تمكن جنود البيشمركة الأبطال من دحر قوات داعش وإلحاق هزيمة ساحقة بهم وتحرير مدينة وجبل سنجار هذا وتقوم قوات البيشمركة أثناء تسجيل هذا التقرير بتنظيف قرى سنجار من أي فلول داعشية ما زالت مختبئة في محيط منطقة المعارك أيها الأمير أرجوك نحن من ليلة البارحة ونحن واقفون هنا لما لا نعود إلى الموصل كي نرتاح بأي وجه؟ سوف أقابل باقي المجاهدين وأبا خالد الذي وثق فيه قدر الله ما شاء فعل هذه المرة الثانية التي أهزم فيها وأنا قائد للجيش هل تعتقد أن مولانا الخليفة سيصمت على شيء كهذا؟ لا أعتقد يا رجال تحركوا هيا اطعم حجي انت فكرت شو راح تسوي؟ انا ما راح اترك الموصل وراح اضل بيها لكن بعد اللي صار وياك دواش راح تضل عين عليك ممكن باي لحظه يدوروا لك على اي حجه
أنا ما أهرب من المعركة اللي انفرضت عليها خليج. زين، إيش ناوي تسوي؟ راح أشتري سبايا جدد وأفك أسرهم وأجيبهم يعيشون ويانا هنا إلى أن الله يفرجها. هو يضل وياك فلوس حتى تشتريه؟ بعد ما انت واعش صادر الفندق وكل أموالك، حتى فلوسك اللي بالبنك أخذوها. ربك كريم خليل، ربك كريم. وصلني تقرير حول من نتواصل معهم في كل الدول العالم لانضمام إلى دولتنا الإسلامية أن عددا منهم قد أغلق صفحته الإلكترونية أو قطع التواصل معنا. أجل، ولكن العدد ليس بالكبير. أتظن خسارتنا لمعركة الزنجار من الأسباب التي تقف وراء ذلك؟ بلا شك، فنحن سوقنا لجنودنا على أنهم جنود لا يقهرون، وسوقنا لدولتنا على أنها هي الدولة المنتصرة دائما، وتلك الخسارة زعزعت ثقة البعض، لكن هذا لا يهم، سرعان ما ستعود الثقة كسابق عهدها. لكني أظن أيضا أن هناك أسباب أخرى. هاتي ما عندك. لا شك أن الحملات الدعائية التي تشنها علينا أنظمة العالم الكافرة ووصفها لنا بكل ما هو سيء ورديء هي من أهم الأسباب أيضا. قاعدة تصدقين؟ سنجار تحررت. يا رب الموصل كلها تتحرر من دواعش الكلاب. راح تتحرر، هانت. ريم سمعت لك. إبليس في الجنة يعرف أنكم كنتم تتمنون موتي في الغزو. احنا سمعنا اللي صار بسنجار. يقولون البشمرجة هزموكم. بشمرجة لا أعرف من أين أتوا بالشجاعة والجرأة، ولكن هكذا هي الحرب، كر وفر. هذا اختبار من المولى عز وجل. ما رح تقولي لي انك حامل؟ ما اريد استعجل، انتظر الفرصه المناسبه وبعدين اشوف شو يسوي. احسنت، بارك الله بيك. انتوا اللي شكرا لكم يا زياد. تواصلكم مع حكومات الدول الاجنبيه حول موضوع تواصل هذول الشباب مع داعش كان ضروره، لان مستقبل اسر كثيره كان ممكن يخرب، مستقبل كثير شباب كان ممكن يضيع. انا اريدك بمنتهى الحذر حتى ما حد يشك بيك بالموصل، وخصوصا القائمين على ديوان الإعلام. خليها على الله. أنت بعدك تتواصل مع وكالة الأخبار الفرنسية؟ لا، ما أتواصل. طيب ليش لا؟ أنا حس اللي سويه هنا بالموصل أهم من أي شيء ثاني. طيب ما عرفت شيء عن أخبار جوانا؟ لا، ما عرفت. بدي اشوف سيدي، اهالي سنجار قاموا يرجعون لبيوتهم واهاليهم وقراهم. الحمد لله. الحمد لله، ويا ريت يرجعون البنات اللي اخذوهم سبايا يفرحون كل اهلنا يا رب. هو احنا ما راح نروح لبيتك سيدي، صار لنا ساعتين افترينا سنجار قريه. طبعا، لاناني مشتاق لسنجار، مشتاق لكل شبر بيها، قراها، ناسها، مزارعها، خضرتها. شوف، أنا حاس كأنه صار 100 سنة ما شايف سنجار، مو سنة وكم شهر. يلا نفطر. كريستين، إيش دا تفكرين من الصبح وأنت سرحانة؟ أخذ بنصيحتك وما أنزل الولد اللي ببطني. صدق؟ هذا خبر كلش حلو. هو مو ذنبه أن أبوه مش مسفاح، صحيح؟ صحيح، أكيد مو ذنبه. وإذا بقينا عايشين أنتي واللي ببطني يربطني بالعالم. هذا أحلى خبر سمعته. يلا كافي شغل وتعالي ارتاحي برا. أريد أكمل التمثال. يا تمثال هذا بابا، أريد كل ما أيأس من هاي الدنيا أنظر له وأستمد قوتي منه.
أكلوا بالعافية. شكراً. شكراً. عاشت إيدش خاتون. تقصد قائدة قوة سيدات الشمس لأنه يسميها بهذا الاسم. وراح تشوفون هاي الفرقة راح تدافع عن سنجار وعن العراق كله. الحقيقة أنت نموذج للفتاة الكردستانية المجاهدة، وفكرة تشكيل قوة سيدات الشمس فكرة عظيمة، وأنت وزميلاتك طبعاً أثبتوا بطولة استثنائية بالمعارك اللي فاتت. لكن المهم أن قواتنا كانت تحرس وتحمي حدود كردستان على مسافة أكثر من 1000 كيلومتر، حتى الدواعش لا يفكرون مرة ثانية يحاولون دخول سنجار أو كردستان أو أي شبر من أرض العراق. أوعدكم راح تبقى سيدات الشمس هي الحارس الأمين لسنجار والكل بقعة في ربع وطننا. يلا خلونا هسه ناكل وإحنا مرتاحين، والمرة الجاية لما ناكل هنا إن شاء الله يكونون أولادك موجودين ويانا. إن شاء الله. أليس من الواجب أن تذهب إلى أبي الوليد تهنئ وتبارك على فصلك من القضاء؟ الخبر انتشر في كل الموصل. رد جزءاً من جميله السابق عندما حكم علي بالإعدام. دعه يتفرغ إلى عروسه الجديد. إلى حين. شوف زياد، المعلومات الأكيدة اللي عندنا تقول صار صراع قوي بين قادة وأمراء داعش وحتى هذا اللي يسموه قاضي القضاة. مضبوط سيدي، وأكثر من مصدر إنه أكدوا هاي المعلومات. عظيم، بس إحنا لازم نستفيد من الموضوع ونخلي صب بمصلحتنا. شلون سيدي؟ اشتغلني بهاي المصيبة كلها منك، انت اللي ورطني بشهادة الزور. انا غصبتك على شيء؟ هسا ايش راح يسوون بينا؟ يحبسونا كم سنة لو يعدمونا. ربنا يسامحكم على شهادة الزور اللي شهدتوها. انتم تعرفون شهادة الزور من الكبائر عند الله وذنبها عظيم. لا حول ولا قوة إلا سهلا. خير؟ انت وعدتني اول ما اخلص تمثيل تنطيني حريتي. وعدتنا ان نكون حرين بعد ما انت ترجع من الحرب. وانا عند وعدي، ولكني قصدت ان اعطي الحريه لواحده منكم، انت او بنت القاضي. هذا ما اتفقنا. ولكم كمان حريه الاختيار، من ستبقى ومن ستذهب. هاي شنو؟ تبدأ تلعب علينا؟ أتكلم بمنتهى الجدية، وحق هذه النعمة أعطي لكم حرية الاختيار في من ستبقى ومن سأوصلها بنفسي خارج الموصل، وهذا عرض لمدة 24 ساعة، بعدها بدقيقة ينتهي العرض. السلام عليكم يا مولانا الوالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خيرا يا مولانا، لقد أرسلت بطلبي وأمرني. هل وصلتك أخبار انضمام المجاهدين الجدد لولاية الموصل؟ نعم يا مولانا، وقد جهزنا المسكن والملبس لهم. وهناك شيء آخر يجب تأمينه للإخوة المجاهدين. وما هو؟ لقد عرفت أن هناك عدد قليل من السبايا، لذلك قررنا أن تبحث لنا في الموصل عن النساء المسلمات الغير متزوجات لكي ينلن شرف الزواج من مجاهدين الأبطال. أمرك يا مولاي.
ماكو حل. تركيني وياه وروحي انتي. هو وعدك من تكملين التماثيل ينطيك حريتك. وين اروح؟ شلون اعيش؟ ما الدواعش سيطروا على كل شيء وصادروا كل شيء. بالعكس، ما جرت تلقين حياة جديدة وتتعرفين على ناس جديدة. أهم شيء حريتك بيدك. أنت اللي لازم تاخذين حريتك وتروحين لوالدك، وما تعرفين ممكن بكرة روفان يرجع لك بعد ما يصحى من أفكارها السوداء. كريستين انسي، أنا ما رح أتركك. شقد عنيدة، وهم أني ما رح أتركك هنانة. احنا نحيي شجاعتك يا عقشيرو، انت كنت بطل بكل المعارك مع داعش. اشكرك سيدي، واني عندي طلب وامل كبير ان تساعدوني به. شنو طلبك؟ سيدي انا اريد اعرف مصير اولادي اللي اختطفوهم داعش واخذوهم سبايا. انا من ذاك اليوم ما اعرف اي شيء عنهم. راح نحاول نتابع كل السبايا الجديات، ورح نتصل بعناصرنا بداخل الموصل يعطونا معلومات عن أولادك. أشكرك سيدي. إحنا قررنا لو نطلع سوا. لو تبقون سوا، تخميني في محلي. أنت كنت مسوي لنا اختبار؟ أنت بالذات لا أريد أن أسمع صوتك. ليه؟ أنا إيش سويت؟ حامل ولم تخبريني. تتصورون أني لا أعرف ما الذي يحدث في بيتي أثناء غيابي. أنت شلون عرفت؟ هذا يجاوب على السؤال. رح تتحملين الإجرام. حرام عليك. حرام؟ هو اللي يصير بينا مو حرام؟ قطع راسك. حط كاميرات مراقبة بالبيت وتتجسس علينا؟ هل أخطأت حين أردت الاطمئنان عليكم؟ أنت هيك تنتهك خصوصيتنا. يبدو أنكم نسيتم أني زوجكما ولي حقوق عليكم. أنت بني آدم ما عندك إنسانية ولا ضمير. أنت خسارة إن قال عليك بني آدم.